زوس، العمل السينمائي الذي أثار الكثير من الجدل لما تم الإعلان عنه من قبل لجنة القراءة على مستوى وزارة الثقافة، كون قصته تحكي علاقة الكاتب الرئيس مع سيدة غير محترمة، كما أنه كان سيكلف ما يقارب 4 ملايير سنتيم، بالرغم من أن اللقطات التي كانت مبرمجة للتصوير في الجزائر لم تكن تتعدى 4 لقطات. وإن تم تدارك اللقطات المصورة في جانت وبجاية، لكن لم يتم تدارك اللقطات المبتذلة التي تمس بحياة العائلات الجزائرية التي وجدت نفسها في حرج كبير أمام مشاهد أجبرتهم على الخروج من قاعة أوبرا بعلم بسايح. ويبدو أن وزارة الثقافة ماضية في سياستها التي تعتمد الإنتاجات المشتركة التي لا تراعي خصوصيات المجتمع الجزائري. إذن فتجربة الإنتاج المشترك في حد ذاتها هي تجربة ثرية، لأنها أولاً كسب تجربة بين المنتجين، ورأينا أنه خطوة لتوسيع أيضاً مجالات التعاون، وقلت مونديلا، زوس وغيره من المشاريع التي هي مطروحة للإنتاج، لأنه يخفف عليك عبء تمويل فيلم وحدك. إذن فهذه التجربة هي ناجحة بلا شك، وسنجعلها قاعدة لأعمال قادمة إن شاء الله.